المنصات وتلفزيون تيل لومير. بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين بصلواتنا للعلي القدير بأن يديم الأمن والأمانة على أردننا الحبيب، وأن يعاد على وطننا والعالم أجمع بالسلام والمحبة، وأن يجعل السنة الجديدة سنة خير وبركة على الجميع. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يوجه رسالة إلى العالم لمناسبة عيد الميلاد المجيد. الأمير الحسن بن طلال يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. مندوباً عن جلالة الملك، نائب رئيس الوزراء يحضر قداس منتصف الليل بكنيسة المهد. بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يناشدون العالم لوقف معاناة المسيحيين في الأرض المقدسة. الكنائس الأردنية تقتصر احتفالاتها بعيد الميلاد على الشعائر الدينية. وفيها أيضاً فحوى رسالة الميلاد، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى العالم بعنوان عيد ميلاد الرب هو عيد ميلاد السلام. دعا فيها قداسته إلى توجيه الأنظار إلى بيت لحم وإلى وجه الطفل الذي ولد لأجلنا، فيسوع هو درب السلام بتجسده وموته وقيامته. كما دعا قداسته إلى التفكير بالأطفال والأيتام والمسنين الذين يواجهون خطر التهميش. وخلص البابا فرانسيس إلى القول لنسمح لمحبة الله بأن تؤثر بنا ولنتبع يسوع الذي تجرد من مجده لكي يشاركنا في ملئه. قدم سمو الأمير الحسن بن طلال التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأكد سموه خلال لقائه رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس في عمان أن الأعياد الدينية تمثل فرصة كبيرة لتعميق العيش المشترك بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن تحويل الأعياد الدينية إلى أعياد وطنية من شأنه أن يعزز دور الدين في المجتمع. أود في هذه الأيام المباركة التي تمزج كما تفضلتم بين الفرح والحزن أن نستذكر فيها الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام. وهنا أبدأ بتهنئة إخوتنا وأخواتنا المسيحيين داخل الوطن وفي جميع أنحاء العالم، وهنا أشيد بالدور المخلص للأسرة الأردنية. يقول أمم متحدة نحن بحاجة لأمة موحدة عربية وإسلامية، وهنا أقول ذلك الدور المخلص وبخاصة من هذا الموقع أشيد بدور الدور المسيحي للشطر المسيحي لجل أعبر بهذه الطريقة من الذين أوقفوا جميع الاحتفالات بأعياد الميلاد تضامنا مع أهالي الشهداء والجرحى من أبناء جهاز الأمن العام. من جانبه قال كاهن كنيسة العذراء للأقباط الأرثوذكس في الأردن الأب أنطونيو الصبحي إن هذا اللقاء يأتي ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد الذي ينمي في وجداننا أثرا روحيا ممتلئاً بالدروس المستفادة من المحبة والسلام والتواضع وقبول الآخر بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه. إنه من دواعي سرورنا وافتخارنا واعتزازنا أن يتم هذا اللقاء اليوم في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بعمان بحضور حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم. ويتم هذا اللقاء ونحن في زمن الميلاد المجيد، يتم في مغارة الميلاد والتي تحكي قصة ميلاد السيد المسيح له المجد، مغارة الميلاد والتي تحمل في وجداننا إثرا روحيا ممتلئ بالدروس الروحية المستفادة من المحبة والسلام والتواضع والوداعة وبذل الذات وقبول الآخر
وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان بصرف النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. حضرة صاحب السمو الملكي، إن جميع الكنائس في الأردن احتفلت بعيد الميلاد المجيد، أما كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اليوم فتحتفل بعيدين، عيد الميلاد المجيد وعيد تشريف سموكم لنا ولكنيستنا. وفي نهاية الحديث دار حوار بين الحضور وسموه حول أبرز القضايا المتعلقة باحترام التنوع والاختلاف وإدارة المعالم الدينية بالقدس ومبدأ المواطنة الشاملة للتعدد الديني والثقافي في الأردن والمشرق. سموك شرفتنا اليوم بحضورك، وفعلا زمان كان احنا كعلمانيين في الكنيسة هون وكمسيحيين ومسيحيات بالأردن بالوطن زمان ما شفناك والتقينا فيك، فكانت اليوم مناسبة لأنه نحضر ونسمع لكلامك اللي دايما احنا بنقدره بنعتز فيه ودايما بنحط في الصميم. بعتت فيك مسجتك او كلمتك اللي القيتها فلاشات، الفلاشات اضاءت فينا نور لبعض المواضيع اللي عم بتأثر علينا كمسيحيين. انا بشكر سموك على الفلاشات اللي اعطيتها في كلمتك. نحن كإعلام كمان نتطلع دائما للإيجابي ودائما نتطلع للكأس المليان، ما منتطلع على الكومنتات أو التعليقات الشاذة، أحيانا تكون من أجل استقطاب المزيد من الفيوز ولا من الحضور أو من يعني المشاهدات، فمنتطلع حتى لو كانوا يعني عدد قليل من الكومنتات، يعني منقول الملح في الطعام دائما منقول والخميرة في العجين، ونحن قادرين انه نعمل الفرق. كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرافقه عدد من الوزراء المسيحيين بهذه المناسبة المباركة، وأكد خلال زيارته لمطرانية اللاتين في الأردن أن عيد الميلاد هو مناسبة لكل أبناء الوطن الذين يجسدون العيش المشترك والجسد الواحد في ظل الراية الهاشمية. وأشاد الخصاونة بروح التضامن ومشاعر التعزية الصادقة التي عبر عنها مجلس رؤساء الكنائس والأخوة المسيحيون بإلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والاقتصار على الشعائر الدينية، تضامناً مع شهداء الأمن العام الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن. تهنئتنا لأنفسنا وليس لكم ولنا، لأنه نحن في المحصلة النهائية منصهرين في ذات واحدة، وهذه المناسبة مناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد هي مناسبة لكل أبناء هذا الوطن الذي يسير على قاعدة الجسد الواحد وعلى قاعدة العيش الواحد وليس العيش المشترك. العيش المشترك هذا عند غيرنا، عندنا العيش الواحد واللون الواحد والطيف الواحد والانصهار الواحد، فنحن ونحن واحد تحت هذه المظلة الجامعة التي يرعاها سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المفدى، يعضده فيها ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يحفظهم الله، ونستذكر معا وسويا ونرفع أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، لأن هذا مصاب ليس فقط للعوائل الكريمة التي ارتقى منها شهداء من أبناء أجهزتنا الأمنية، وإنما هذا مصاب لكل بيت أردن. الشكر أيضا موصول للتعبير الواضح عن هذه الروح الوحدة من خلال مباشرة مشاعر التعزية الجياشة والصادقة التي صدرت عنكم جميعا وعن أبنائنا وأشقائنا وشقيقاتنا وأبناء عمومتنا من المسيحيين في المملكة الأردنية الهاشمية. الكنائس المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤدي دورا طليعيا في إطار الهوية الوطنية الأردنية الجامعة التي تشكل امتداد لرسالة الثورة العربية الكبرى، والتي تعترف وتقر وتحيي الدور المركزي دائما للطوائف المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتعزيز عرى هذه الدولة وتعزيز قيم التآلف والتراحم والانصهار الروحاني ما بين المسيحيين والمسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارهم جسد واحد ويد واحد
ويد واحدة دائما في السراء والضراء، في السر وفي العلن، في المصاعب التي تواجهنا والتي نرتقيها ونتجاوزها سويا بعزم وعزيمة وإرادة لا تلين بإذن الله سبحانه وتعالى تحت ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة. ومن جهته رحب سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن باسم رؤساء وممثلي الكنائس في الأردن بزيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد القربة من جميع أبناء الوطن الذي نعيش على ترابه ونسعى جميعا لرفعته تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين. دولة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي بمناسبة حضوركم اليوم أن أتقدم بالشكر من خلالكم للأجهزة الأمنية على تفانيها في الخدمة لتأمين الاحتفالات الميلادية وسهرها على أمن المصلين واحتفالهم في جو من الفرح يليق بهذا العيد. في هذا العيد الذي رفعنا فيه الدعاء من أجل الوطن وقيادته ومن أجل شهداء الواجب من الأجهزة الأمنية الذين نعزيكم باستشهادهم ونعزي عائلاتهم والشعب الأردني العزيز بكافة مكوناته، دولة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، إضافة إلى الاحتفالات الدينية والتي تكللت بصلاة العيد، كان هنالك العديد من الفعاليات التي قامت بها كنائسنا والتي تهدف إلى خلق أجواء من الفرح والتضامن، الفرح للجميع وخاصة للأطفال والمحتاجين، والتضامن مع الأقل حظا ودعمهم بمناسبة الأعياد، لكي على حد القول القديس لاون الكبير من القرن الخامس لكي لا يستثنى أحد من هذا الفرح أن يشمل الجميع. ودعم المحتاجين هو مسؤولية وهم مشترك لنا جميعا، وكانت هذه المناسبات المختلفة فرصة لإظهار روح العيش المشترك والألفة بين جميع المواطنين. هذه هي الروح الأردنية الأصيلة، فنحن جسد واحد، إذا فرح عضو فرحت معه جميع الأعضاء، وإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، موجود في الكتاب المقدس وفي التقليد الإسلامي أيضا. دولة الرئيس، نرحب بكم من جديد وصحبكم من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقيادته ليعيش جميع مواطنيه بالأمان والرخاء، وكل عام وأنتم بخير. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، حضر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، حيث نقل الوزير كريشان للرئيس محمود عباس تحياتي وتهاني جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكافة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية بهذه المناسبة المباركة. المزيد حول احتفالات بيت لحم بالعيد المجيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. من هنا ومن مغارة المهد بقلب مدينة بيت لحم ولد لنا المخلص وهو المسيح الرب. من هنا بدأت ولادة النور التي أضاءت قلوبنا وحياتنا. وها هي كنيسة المهد تعج بآلاف السياح إذاناً ببدء احتفالات عيد الميلاد المجيد. فاستقبلت مدينة بيت لحم في ساحة المهد غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا، وكان الاستقبال الرسمي قد بدأ منذ صباح يوم السبت من قبل المطارنة والكهنة ورجال الدين والقساوسة والمعهد الإكليريكي والوزراء والسفراء واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ورؤساء البلديات والمؤسسات الرسمية والرواد وأكثر من 3800 كاشف يمثلون 28 مجموعة كشفية من مختلف الأراضي المقدسة. وعند الوصول سيرا على الأقدام لساحة الكنيسة
وسط معزوفات من قبل الفرق الكشفية، ألقى غبطته التحية للجميع وباركهم وسط فرحة عارمة. نشعر بالفخر أن في بيت لحم وبيت صحور وبيت جالة والمحافظة بكاملها بقراها ومخيماتها صمدت وستبقى صامدة، رغم أنه قدمنا 223 شهيد في العام الماضي، أعلى نسبة للشهداء منذ عام 2005، ومنهم الشهداء شيرين أبو عاقل الباسلة وناصر أبو حميد. ونحن نقول رغم كل هذا العذاب ورغم كل هذا التنكيل سينتصر إن شاء الله الشعب الفلسطيني، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه بيت لحم مدينة ليس فقط السلام بل مدينة الحرية والكرامة للفلسطينيين وللعالم بأسره إن شاء الله. الآن منقول إحنا بالقدس الشريف إن اهتمام خاص بالمدينة المقدسة اللي بيحاول الحكومة المتطرفة الإسرائيلية هي الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومنع والاعتداء على ممرات الدينية المسيحية كزي الباب الجديد وباب الخليل، ومحاولتهم دائما الاعتراض للمسيحيين من نشاطاتهم الكنائسية، وبيحاولوا الاعتداء على الرهبان في الممرات وكتابة الألفاظ البذيئة على الحائط، ومن ثم أيضا بيقوموا بيحاولوا يصادروا بعض الأملاك زي باب الخليل، هي كلها محاولات والهدف منها بالنهاية إنهاء الوجود المسيحي في المدينة المقدسة وباقي المدن الفلسطينية. هذا العام هو عام مختلف، يعني من بداية شهر 3 من هذا العام بدأنا نستقبل سواح من دول العالم، وأصبح هذا العدد بازدياد بشكل متواصل. حتى هذه اللحظة استقبلنا حوالي 700,000 سائح وصلوا لفلسطين، شهر 12 لحاله أكثر من 100,000 سائح. طبعا هذا العدد إذا ما قارناه بما قبل جائحة كورونا هو يعني عدد قليل، ولكن بالمقارنة بالسنتين الماضيات لا هو عدد جيد جدا. المؤشرات انه يعني رح يضل في تزايد في اعداد السياحة، وان شاء الله بعام 2023 ترجع السياحة مثل ما كانت قبل جائحة كورونا، وان شاء الله كمان تكون اكثر واكثر. اليوم نحتفل بعيد الميلاد بحسب التقويم الغربي، ونستقبل غبطة البطريرك كير باتيستا بيتسابالا، وبهذا الاحتفال نحتفل بعيد السلام العالمي، لأن ملك السلام ولد في هذه المدينة، يسوع المسيح له المجد، وقد انتشرت رسالة السلام إلى أصقاع الأرض من مدينة السلام، من مدينة بيت لحم. وكل عام وأنتم بألف خير. سعيدة جدا بالمشاركة بيوم عيد الميلاد المجيد، بيت لحم عاصمة الميلاد للعالم، وصرنا نشعر كلنا انه صار التوب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا الاحتفال باعتباره هوية وثيقة لمدينة بيت لحم والقدس، واحنا حاطين تواب بيت لحم والقدس، بيت لحم هي توأم القدس والصبايا الرائعات. كل مرة انا بجدد جيل جديد، وان شاء الله يا ربي يضلنا ناس يكمل هذا المشوار، بكون سعيدة جدا لأن هذا جزء من تاريخنا وحضارتنا وتراثنا وهويتنا، وخصوصا بعد دخولنا اليونسكو بالإرث العالمي لليونسكو بحماية التطريز والتوب من السرقة والانتحار. كان يوم انتصار للثقافة الفلسطينية، كل سنة وشعبنا الفلسطيني بألف خير في الوطن وفي الشتات وفي الأسر، لكم كل المحبة إخواننا. وعند انتصاف الليل أقيم القداس الاحتفالي الذي ترأسه غبطة البطريرك وبمعاونة حشد كبير من المطارنة والكهنة والرهبان والشمامسة، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية، ومندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني حضر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الذي نقل بدوره تحيات وتهاني جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والشعب الأردني، وبحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والقناصل والمؤمنين من مختلف أنحاء العالم. ولد المسيح، هللويا. ها هي أجراس المجد، أجراس بيت لحم تدق لتعلن ميلاد طفل المغارة. هلموا ننشد ونبتهج بولادة طفل المغارة.
لننشد أناشيد الابتهاج كما أنشد الرعى. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فأهلا بك يا عطية الله، ولد المسيح فمجدوه. للنورسات مارلين الحدوة من مغارة المهد بيت لحم. عبر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس في رسالة موجهة إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد عن معاناة المسيحيين في الأرض المقدسة، حيث يواجهون اعتداءات مستمرة لحريتهم الإيمانية ومهاجمات جسدية وازدراء لكنائسهم ومقابرهم ووضع قيود غير مبررة لتأدية شعائر عبادتهم وتهديدات قانونية لممتلكاتهم الكنسية وإدارتها. وقالوا في رسالتهم إن هذا الجو المحبط للمسيحيين يجعلهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم في وطنهم الذي سكنه أجدادهم حتى قبل ولادة الكنيسة، وبسبب ذلك يهاجر الكثيرون منهم بحثاً عن أماكن توفر لهم فرصاً أكبر، وهذا ما ساعد على التقليل من الوجود المسيحي في القدس. هذا وشارك المسيحيون الأردنيون شعوب العالم بعيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة المباركة أقيمت في العديد من الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي الصلوات والقناديس التي رفعت فيها الدعوات بأن يحفظ الله الأردن ويديم عليه الأمن والأمانة وأن يتحقق السلام في ربوع العالم. وبدورها جالت عدسة نورسات في عدد من الكنائس وقامت بتغطية احتفالاتها بهذه المناسبة المجيدة. ففي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية بعمان أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ترأسه غبطة البطريرك مار أغناطوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق بمعاونة الأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة وحضور جمع من أبناء الرعية. وفي ختام القداس تبادل المؤمنون التهاني بعيد الميلاد. وفي كنيسة الرسل في منطقة الزرقاء الشمالي ترأس المطران جمال دعيبس القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمعاونة راعي الكنيسة الأب إياد بدر وحضور عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع كبير من المؤمنين. وخلال القداس رفعت الصلاة من أجل شهداء الوطن ومن أجل المحسنين للرعية. وفي كنيسة مطرانية الروم الملكين الكاثوليك أم السماق أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس القداسة سيادة المطران جوزيف جبارة بمعاونة الأب الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقفي العام والأب عماد بواب مساعد كاهن الرعية وحضور عدد كبير من المؤمنين. وفي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية ترأس الأب حنا كلداني كاهن الرعية القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمشاركة الأب عصام زعمط وحضور عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين. كما احتفلت كنيسة القديس يوحنا دولا سال الفرير جبل الحسين بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب إبراهيم نفع وبمشاركة الشماس الإنجيلي يوسف فتال وبحضور حشد كبير من أبناء الرعية ولجانها وفعالياتها على وقع تراتيل أحيتها جوقة الرعية بمشاركة الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين. وفي نهاية القداس تم توزيع هدايا على الحضور من الأطفال، كما تقبل الأب نفاع والشماس فتال ومجلس الرعية التهاني بالأعياد المجيدة. كما احتفل أبناء الرعية الكندانية في الأردن بعيد الميلاد المجيد، وذلك في قداس إلهي ترأسه خور الرعية الأب زيد حبابة بحضور عدد كبير من أبناء الرعية في المملكة. وقد رفعت الصلاة في القداس لأجل الكنيسة ومؤمنيها ونية السلام في الأردن والعراق. وفي ختام الحفل تبادل المصلون التهاني بالعيد المجيد. تحت رعاية قدس الأب جهاد الشويحات رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن، أحيت إدارة مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام ممثلة بمديرتها الأخت كلارا المعشر أمسية ميلادية تحت عنوان معا نحو مغارة الميلاد وحضور الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وعددا من الراهبات وحشد كبير من الحضور. وتضمن الحفل تقديم فقرات جسدت قصة الميلاد تخللها باقة من الترانيم الميلادية أداها طلاب وطالبات المدرسة. أحيينا أمسية بعنوان معا نحو مغارة الميلاد اللي جسدوا
الأحداث من البشارة إلى زيارة المجوس، طلاب المدرسة جسدوها بين تمثيل وترتيل. بوجه لهم شكر كبير لأنه تعبوا، عملوا ألبوم باعتبار. بشكر الأستاذ عيسى غطاس، الأستاذ عماد الشاعر المخرج، الأستاذ عيسى غطاس اللي سجل ووزع ومنتج. بشكر الهيئة التدريسية، بشكر طلابنا جميعا لأنهم بالرغم من امتحاناتهم بالفترة الأخيرة إلا أنهم ضحوا وتدربوا وعيشونا فعلا السماء ونحن على الأرض. كل عام وأنتم بألف خير. المسرحية الميلادية تاعتنا كانت مميزة عن أي شيء ثاني بأنه عشنا روح الميلاد بالبروفات من البداية، ولقينا أنه المسرحية نصها لمسنا، مع أنه من الإنجيل ودائما متداول بيننا، بس نصها لمسنا. مشان هيك الأولاد طلعوا كل إبداعهم، قدرنا إحنا كأساتذة نطلع كل إبداعنا بدعم من إدارتنا، من مديرتنا السير كلارا، قدرنا كمان أن نطلع كل إبداعاتنا بالشكل الصحيح. العدالة بهالدنيا ما عنده قلب يقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء يا بارك اللبيت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عدار برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان فحوى رسالة الميلاد، حيث استضاف البرنامج سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، وتركز الحوار حول فحوى رسالة البابا فرانسيس لعيد الميلاد، وكذلك رسالة السيد المسيح الداعية إلى السلام والفرح والمحبة والعدالة والأخوة بين البشر. فإلى هناك رسالة البابا فرانسيس لهذا العام، ومثل ما تفضلت كان يقول إنه ولد يسوع بيننا وهو الله معنا، جاء يشاركنا الألم والجوع والتشرد
كان قادر ربنا انه هذا ينجي من كل هاي القصص ويعيشوا في ملكوت على الارض بنعيم ورخاء الى اخره، لكن اختار ان يختبر حياة البشر. عشان لما انسان متألم يتوجه الى ربنا ويقول له انا متألم، قل له انا شاعر معك لاني انا تألمت مثلك، انسان كمان جوعان انا شاعر معك لاني انا جوعت مثلك، انا عطشت مثلك، انا تهجرت مثلك، انا انهنت مثلك، انا انظلمت مثلك، وانا متت عشانك. فربنا يعني كان طلبت من ربنا ينجيني، انه كان قادر ربنا انه كل هاي الامور ما يخلي يعاني، لكن عانى عشان يكون معنا قريب. فعشان هيك يطلب الانسان يقول يا رب نجيني من هذا المرض، يا رب الى اخره. هلا لما بيطلب برجاء، والانسان المؤمن احيانا يفقد الرجاء. ليش؟ لانه ممكن بحس بالابتعاد، ممكن بالتخلي، ممكن بالوحده، بحس انه وحيد، ما في حدا صوت معاه. فهاي ممكن الشباب عم بيشعروا بهذا الشيء، عشان هيك مبتعدين. بس سيدنا، شو اللي بيعيق دخولنا إلى معنى الميلاد الحقيقي؟ في رسالة قداسة البابا جاءت، ما الذي يعيق هذا الدخول؟ يسوع اختار أن يولد في مغارة، واختار أن يتوجه إلى البسطاء. نعم. وليس إلى العلماء والأذكياء. فإذا رجعنا كمان مرة لقصة عيد الميلاد ورسالة العيد، نرى من الذي استقبل المسيح، ما الذي ذهب لزيارة الرعاة؟ نعم. اللي هم أبسط الناس وأفقر الناس. بينما رؤساء الكهنة والمسؤولين وهيرودس في القدس لم يذهبوا إلى بيت اللحم. نعم. كبرياءهم منعهم من الذهاب. هذه هي رسالة يسوع أن يتوجه البسطاء. جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوا فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله. نعم. خلينا نتذكر مريم العذراء، القديس يوسف، إليصابات، زكريا. نعم. سمعان الشيخ، هذول الأشخاص البسطاء، واللي بيسميهم الكتاب المقدس الأبرار، اللي يتبعوا شريعة الله بكل بساطة وبكل صدق. هؤلاء كانوا هم الأقرب من الله، وليس العظماء والأذكياء كما يقول يسوع. وبهذه الطريقة نفهم أفضل رسالة يسوع، إنه الإنسان يفقد الرجاء أحيانا، بيشوف حاله لحاله. وقلنا إنه يسوع عاش مثلنا. نعم. خلينا نذكر صرخة يسوع على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، لما تلاميذه تخلوا عنه، الشعب انقلب عليه، الكل أبعد عنه، شعر إنه لحاله وحيد. ولكن ما يميز المسيحي أنه لا يتخلى عن الرجاء أبدا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يوجه رسالة إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد. الأمير الحسن بن طلال يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. مندوبا عن جلالة الملك، نائب رئيس الوزراء يحضر قداس منتصف الليل بكنيسة المهد. الكنائس الأردنية تقتصر احتفالاتها بعيد الميلاد على الشعائر الدينية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير.